قبل الفاصل كنا نتكلم على موضوع الكي كارد والماستر كارد وتوحيده. أكو ناس قدمت اعتراض صار سنة ولحد الآن ما طالع. أكو نية أنه إصدار كي كارد لهم أصحاب الاعتراضات؟ نعم، أولاً شكل الاعتراضات هي القانون ينص أن يكون في حال شخص يطلع من نتيجته من التخطيط غير مشمول يقدم إلى اللجنة العليا. تشكل لجنة عليا في كل محافظة برئاسة قاضي وأعضاء من شبكة الحماية الاجتماعية ومن حقوق الإنسان ومن الدوائر المعنية حددها القانون. نعم. قدموا في 2023 شهر 12 فتح باب للاعتراض بعد انتهاء الوجبات. الوزارة فتحت الأبواب للمعترضين. كان التقديم على الاعتراضات في شهر 12 وقدمت قبل السيد القاضي عدد كبير منهم وتم إصدار بطاقة لهم، لكن في الشهر الرابع ولغاية اليوم من الشهر 24 لم تصدر بسبب قرارات صادرة عدد كبير في محافظة صلاح الدين وفي محافظة الأخرى، لكن صلاح الدين كانت هي الأعلى بإصدار القرارات، هي قرارات القاضي ومن اللجنة. شنو سبب تأخير هاي الاعتراضات؟ الاعتراضات يعني من قبل المواطن، من قبل الجهة اللي يقدم لها الاعتراض؟ احنا الحمد لله قسم صلاح الدين قد يكون الأول في إنجاز هذه الاعتراضات، والسيد القاضي متمثلا بالسيد طارق العزاوي كان رئيس اللجنة العليا في محافظة صلاح الدين، كان هو شخص أنا متعاون جدا ومهتم بالموضوع ويعمل ليل ونهار لإنجاز المعاملات، وأنجز شخص آلاف مئات المعاملات وعدد كبير وشمل ويعني أنجز المعاملات المتقدم عليه، وكان قاضي مميز ومتعاون لهذا الفئات. لكن وبعدها الأستاذ علي فاضل وهو الآن هم متعاون جدا يعني أستاذ علي فاضل، لكن التخصيصات المالية الوزارة أنه يكون هناك تخصيصات مالية يعني ما مخصصة لهم لحد الآن. نعم. لذلك ما صدرت لهم القرار القاضي صادر من اللجنة، وهذا القرار وهو على الوزارة وعلى الدوائر التنفيذية تطبيقه، على أنه بعد إصدار أمر السيد القاضي أنه لازم يطبق، لكن إحنا الجبة المالية هي بالقانون يقول أن الجبة المالية أعلى من الجبة القانونية، يعني إحنا فلوس ما عندنا. و يعني الآن الوزارة قبل فترة وقبل أيام معدودة تم حصر المقبولين أو المقبولين من اللجنة العليا من القاضي، أنهم راح يكون إصدار لهم إن شاء الله قريبا حسب توجيهات الوزارة. تم إحصاء الإعداد وننتظر بتوفير التخصيصات المالية حسب الإحصائية المزودة من المحافظات. إن شاء الله قريبا راح يكون إصدار لهذا الفئات، لهذا المتقدمين والتي تم قبول اعتراضهم من قبل اللجنة العليا. طيب.